أدانت هيئة محلفين في الولايات المتحدة الشرطي السابق ديريك شوفن الذي قتل جورج فلويد وهو أمريكي منحدر من أصول أفريقية أثار موته احتجاجات واسعة ضد العنصرية. واستغرقت هيئة المحلفين أقل من يوم واحد كي تصل إلى قرارها في القضية وذلك في نهاية محاكمة استمرت 3 أسابيع. وخلصت المحاكمة إلى إدانة الشرطي الأبيض بجميع التهم الثلاث التي وجهت إليه: القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد. وقد يحكم على شوفن البالغ من العمر 45 عاما بالسجن لعقود. ومن لا يذكر فقد أثار مقطع فيديو يظهر فلويد وهو يصرخ لا أستطيع التنفس احتجاجات ضد العنصرية حول العالم استمرت لشهور خلال العام المنصرم. وترافق إعلان الحكم مع هتاف المئات الذين تجمعوا خارج قاعة المحكمة في مشهد احتفالي. محامي عائلة فلويد قال إن قرار الإدانة يمثل نقطة تحول في التاريخ بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأضاف عبر تويتر إن القرار رسالة واضحة حول الحاجة إلى مساءلة أجهزة إنفاذ القانون. يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس قاما بالتواصل هاتفيا مع عائلة فلويد عقب صدور الحكم، ونقل عن بايدن قوله: على الأقل هناك بعض العدالة الآن. وقال بايدن: سننجز الكثير بعد، ستكون هذه الفرصة الأولى للتعامل مع العنصرية الممنهجة والأساسية. إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد من بانوراما، نلتقيكم غدا في عدد جديد. كونوا بخير.